السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوتي. في فيديو جديد من شوية مع شيكا على الواو ليبيا. اليوم اللي متابعني واللي عارف إني أنا قاعد في تركيا، بس قاعد مش في إسطنبول ولا في أزمير ولا في أنقرة، لا قاعد في مدينة صغيرة على البحر وجو سمح. أول حاجة نديروها تعال نطلبوا تاكسي. شوفي هذه تزرها بس يجيك التاكسي. وتوا وصلنا نحن لشاطئ رقم 3 أو رقم 4 مش عارف انا بالضبط، لكن شنو المكان هذا هو احسن مكان بالنسبة لي، انا هذا احسن شاطئ. اول حاجة عندك انا تأجرها، ممكن تأجر الكراسي هذينا بالشمسية بكل بالجو السمح تقريبا ممكن 50 ليرة، وخلي في بالك ان دينار الليبي ديرها بثلاثة ليرة او 3 ليرة ونص، بس ديرها بثلاثة ليرة وشوف حسبتك هاي. وفي طبعا عندك العشاش هذينا تعرف يعني تكسيده فيه يعني في اللي يعتبر فيها نزيكه، فهمت؟ انت شوف العشاش هذه تقريبا 70 ليرة، فهمت؟ شمسيه لو تبي شمسيه وحده ممكن تاخذ شمسيه وحدك ب 20 او 30 ليره على حسب المكان، بس هذه 70 ليرة. وفي ليبيا غادي 100 جنيه العشه، العشه اللي هي بتاعت النخل هذه سعف وكذا 100 دينار، فسياحه يا معلم طبعا. وهذا المكان اللي انا اللي قبل الشط مفتلكينا ودايرين فيه شويه تكي العاب رياضيه، ملعبين سلة وطائرة، وفين أغلبهم يعني مش الأجانب اللي يلعبون، أغلبهم عيال المدينة. وهذا زي ما تشوفك يعني شنو شوية زحلقات شوية دراجيح، ما فينش يعني أي حاجة واو يعني، لكن شنو الألوان والتنسيق يا معلم في ذوق، مش أسد لونه بطاطي. وفي بالدور الدائري كافيات ومطاعم، وأهم حاجة حمام، حمام عمومي مجاني. والمرة هذه حنمشي المكان، يعني المكان هذا عندنا منه نفس المية ونفس المواضيع وشلالات، بس لكن تعال شوف جماعة أنا كيف مستغليننا وكيف دارين منا شغلنا. تعال اللي يشوف الجو أنا ويشوف الجبل المنظر الطبيعي يعني دريكت يخطر عليك الجبل الأخضر، نفس الشكل ونفس الشجر ونفس التراب، يعني نفس الجو تقريبا بالضبط. الفرق بس إن على مدى الطريقة دي كلها شوفها وانت جاي هيكي انت ماشي لعند غادي تشوف فيها المية، دي المية دي دعاية يعني تعال خش عندنا. هذين كلنا قاعدين مطاعم، وانت راكب فوقك وانت راكب مطاعم كلنا علي شلال واحد دير نهر صغير كبروه وداروا المطاعم هذين وداروا الجو. هذا راجل يقصف في سيارته قاعد يعني. بلوش بلاش شوية زحليطات هيك ومحليطات لزوم الجو. هذين عندنا طبعا نحن في الجزيرة وكذا عمر ما شفت هني خدمة يعني. انا نوري فيك الفيديوهات هذينا مش عشان يعني عشان نوريك ان كلام يعني كلام سهل شويه حديد اللي يعني تشوف هذينا الزهريه بتاعت الورد قمم هذين عشان يتلقاهم عند اول قميست تمشي تاخذهم من اول قميست تزوقن خلاص قعدنا نكي جو زهريات وجو سم يعني هنا مستفيدين باي حاجه. تلقى شويه لوع على حديد على كذا دير لك بين مطعم ودير شوف انت مثلا هذا انت يعني ولا اي حاجه تمشي وتشوف هكي تلقى شنو انت حديد حمد المسلات يدير لك. طبعا انا عندي مشكله واحده بس هي شنو الزقوب، ان انت قاعد مثلا انت ماشي كي ماشي تصور وكذا مرحبا بيخشوك تعال خش ويبدا انا احنا بدري خشين ندور في المكان اللي قاعد فيه قاعدوا في جرتنا يعني غير احنا نفكر شويه هيك فنحن نغيروا مين صح هم نبحثوا فيه من القوم قاعدين واقفين ورانا تبي عدي خليني نقعد وتعال مش حنهرب. نحن في ليبيا عندنا مكانات واجد حلوات صح ممكن ما فيهنش مثلا ميه زي اللي هنا وكذا ونهر، لكن في بكل في قعدات جميله بكل في الجبل وطاه هيكي وطاه من ربي هيكي فاضيه قاعده خلاص خالي والرب عالي صحراء علي شواطئ علي جبل فاضيات هيكي سفرتح بي كويس ان هن يكون للشعب عامه، لكن المشكله لما نحن نفكر ندير فين حاجه يعني مثلا بنستثمرون ندير فين عشاش مش مكلفات 5 جنيه وناجروه للناس هيكي ب 100 دينار بيدير لهم حاجه كويسه انت يا سيدي وبعدين اجر لهم 100 دينار ولا 150. شوفوا الحق المده اللي فاتت يعني في ناس سواء في وادي الكوف سواء في البيضه بكذا قاعد يديروا في فنادق ومنتجعات جميله بصراحه يعني ومنقوحهم جميل ونبوا زياده نبوا اكثر. ليبيا مازال يا ما تشيل يعني حرام فينا مكان كيف هذا نحن والله عادي جدا لو انت تشوفه يعني كله حديد هيك ولوح وكذا ما فيش مثلا اي تكنولوجيا، لكن فيه شنو فيه لمسه، اللمسه هذه نحن نبوها اللي هي شنو؟ انه متناغم مع الطبيعه، يعني ما تحسش ان الامور طالعه، يعني ريت انت الشجر ركي طلع لك من الاوز من شعر بالجر جو سمع. اخترنا القعده هذه وضربنا شويه تكي فواكه عصير بطاطا للعيال عشان لما نروح الحوش ناكله ببلاش غادي. كلفتنا ممكن 300 ليرة 350. الزبدة إن نحن نبو مكانات نظيفة وكويسة نمشوا نستمتع فيه بوقتنا أوقات فراغنا نحن وهنا ونحطوا فيه فلوس ما نندموش على اليوم اللي نحن جينا فيه غادي
إمكانات يحترم آدميتنا.